اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا حاجه هامه جدا الحقيقه. بقى لنا اسبوع الحقيقه بنعلن عن وجود مسابقه. المسابقه دي هيكون فيها فائز او اربع فائزين. الفائز الاول هيكون معانا النهارده على الهواء مباشره وفي حضور وزاره التضامن كلها. يعني استاذ محمد ابو العيله. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. النهارده هنختار حد، حضرتك طبعا هتكون موجود معانا، هختار حد متسابق من المتسابقين اللي بعتوا على الارقام اللي حضراتكم اجزتوها لنا تمام، علشان يكون موجود معانا ان شاء الله في كاس العالم للانديه ان شاء الله. مبروك مقدمه. اكيد. طيب مية. انا ما سالتوش على فكره قبل الهوا، وقال لي بلاش اسئله مفاجاه. أيوه. فانا بساله السؤال المفاجئ اهو. انت اهلاوي؟ اهلاوي طبعا. ها؟ مفيش حد مش اهلاوي. لا في، بس يعني نسبه قليله، نسبه قليله. فان شاء الله بعد قليل، او انا هقوم دلوقتي مع حضراتكم، وعندنا ارقام كثيره جدا سواء على رقم 09500 او على المسجز حضراتكم بتبعتوا لنا على 1795. الرسائل ابعتوها لنا على هذا الرقم. لسه نبعت؟ ايوه ابعت لغايه لما اقف على رقم. بعد ما اقف على رقم هقول لحضراتكم من هو الفائز، وهنجيبه معانا على الهواء مباشره طبعا في وجود الاستاذ محمد ابو العلا من وزاره التضامن الاجتماعي. وبعد كده هنعمل ايه؟ هننقل على السؤال الثاني. الفائز الثاني هيكون معانا ان شاء الله الاسبوع الثاني من هذه المسابقه يوم الاربعاء القادم الساعه برضو 11:10 11:15 كده، يكون معانا فائز تاني يسافر مع النادي الاهلي لمشاهده مباراه النادي الاهلي ضد مونتيري المكسيكي. ان شاء الله اللي هتكون اولى المباريات في كاس العالم للانديه. ان شاء الله ان شاء الله تكون بعد يوم 5 كمان ان شاء الله. استاذ محمد انا هقوم. اتفضل يا فندم. بعد اذنكم. توفيق. طيب دي الارقام اللي هتكون معانا. طبعا هي بعيده. احنا هنعمل استاذ محمد هنطلع وننزل بالارقام اللي حضراتكم شايفينها دي لفوق ولتحت، علشان نقف مره واحده على رقم من الارقام اللي هتكون، او مش اللي هتكون، اللي هيكون فائز معانا على الهواء مباشره. ارجو ان ما حدش يدعي الباقي ما يدعيش عليا. اللي هيكسب هيدعي لي، بس الباقي ما يدعيش عليا. عشان كده استاذ محمد انا هديهم ظهري. ينفع؟ مش مشكله. ينفع؟ عشان ايه؟ انا هفضل اعمل كده شويه علشان حضراتكم تشوفوا يعني كميه الحاجات اللي مبعوته. الحقيقه حضراتكم عاملين شغل رائع جدا، فده مجموعه كبيره جدا من الاس ام اس والاي في ار اهو. انا هبص الناحيه الثانيه عشان ما حدش يقول لك اسلام ايه عمل مش عارف ايه. اهو كلها ارقام امام حضراتكم. ايوه. ها مين اللي هيدوس يا جماعه؟ قول الرقم ولا لسه؟ طيب انا هعمل كده اهو. تمام تمام تمام. هو ده الرقم الفائز ب مسابقه الاهلي في المونديال. ده الرقم هيكون معانا. هذا الرقم اخره هقول اخر اربع ارقام 3260. 3260 ده الرقم الفائز معانا بجائزه السفر الى مونديال الانديه مع قناه النادي الاهلي على الهواء مباشره. هيكون معانا دلوقتي. يلا شباب اتصلوا بهذا الرقم. مش هقدر اقول الرقم كله طبعا، لكن اتصلوا لنا برقم اخره المعمول عليه العلامه 3260. هذا الرقم هو الرقم الفائز ب او اول اسبوع في اول اسبوع من مسابقه الاهلي في المونديال. طب لسه في مسابقه ثانيه. ايوه الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاربعاء القادم. الاربعاء القادم هيكون معانا ايضا فائز ثاني على الهواء مباشره، علشان يكون هنفضل نعمل كده كل يوم اربع من كل اسبوع علشان اربع فائزين. ده الفائز الاول. هيتبقى ثلاث فائزين يكونوا معانا في مباراة النادي الأهلي ضد مونتيري المكسيكي. مباراة طلعت يوم 5، طلعت يوم 7، طلعت يوم 9. حضرتك هتكون معانا وتتفرج على النادي الأهلي وهو بيلعب هذه المباراة في أبو ظبي. بتكلموه؟ طيب بنكلمه يا أستاذ محمد. أنت عارف بقى لازم يبقى على الهوا علشان نحتفل بأحد الأهلاوية اللي هيسافر معانا. اعتقد ان مثل هذه المسابقات بتعمل تنشيط للامور.
اكيد طبعا يعني، بس المفاجاه تبقى شديده بس عليه شويه هينبسط جامد. هينبسط. الله يصدق بس. اتمنى ان هو يصدق، ان هو لو فتح التلفزيون هيصدق. اكيد. لو فتح التلفزيون على قناه الاهلي اعتقد ان في عدد كبير من الـ الـ الناس هيكون متواجد على قناه الاهلي. فعلا الاستاذ اشرف الفائز الاول في مسابقه الاهلي في المونديال. استاذ اشرف الف الف مبروك، حضرتك معانا على الهواء مباشره في البيت الكبير في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله حضرتك هتكون فائز معانا برحله الى مباراه الاهلي ومونتيري. ان شاء الله تسافر قبل المباراه بيوم وترجع بعد المباراه بيوم. الف مبروك يا استاذ اشرف. الله يبارك فيك. الف ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك. الحمد لله. اعتقد ان انت سعيد ومبسوط يعني ولا؟ اكيد طبعا. اكيد. طبعاً. حضرتك اللي بعته ولا مين؟ لا انا اللي بعته. والله انت منين بقى؟ انا من المنصوره. من المنصورة. بعت رسالة واحدة ولا اس ام اس؟ بعت رسالة واحدة ولا اس ام اس؟ واحدة بس؟ لما شفت واحدة بس. اول واحدة تبعتها. شفت الاعلان على الانستجرام تقريبا بعت على زر الرسالة على انستجرام. حضرتك يعني عرفت ساعتها ان مش هينفع تعمل تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، وقلت هبعت المسج زي ما احنا كنا بنقول لانه الاسبوع اللي فات. نعم بعت على الرساله على رقم 1795 تقريبا. تمام. انت كل الشروط موجوده يعني؟ انت فاكسينيت يعني؟ واخد الفاكسين؟ واخد الفاكسين، جواز سفر. في ايه تاني؟ بقيه كلنا بقى بقيه الشروط اللي موجوده. كله موجود الحمد لله. كله موجود الحمد لله. الف الف مبروك يا استاذ اشرف. يعني سعداء جدا بوجودك معانا. ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله تكون موجود معانا في السفريه، واول متسابق الحقيقه في البيت الكبير. انا بشكرك جدا يا استاذ اشرف على وجودك معانا، شكرا جزيلا. استاذ اشرف اسمه استاذ اشرف ايه؟ اشرف احمد زكي؟ طيب مش اشرف نور الشريف يعني؟ استاذ اشرف احمد زكي هو الفائز الاول في مسابقه الاهلي في المونديال، ان شاء الله يكون معانا في هذه المسابقة، يكون معنا في المباراة الأولى إن شاء الله في مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي. طيب إيه هي بقى المسابقة الجديدة؟ المسابقة الجديدة أو السؤال الجديد، تبعت لنا أي مسجز على رقم 1795 أو من أي خط أرضي على رقم 0909500. سؤال الاسبوع القادم اللي هو ان شاء الله استاذ محمد هيبقى يوم الاربعاء اللي جاي. ان شاء الله السحب هيكون يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله. السؤال مع حضراتكم على الهواء مباشره، اين سيقام كاس العالم للانديه 2022؟ سؤال صعب قوي الحقيقه. اين سيقام كاس العالم للانديه 2022؟ رقم واحد الاجابه اليابان، رقم اثنين الاجابه الامارات، رقم ثلاثه الاجابه المغرب. أين سيقام كأس العالم للأندية 2022؟ اليابان، الإمارات، المغرب. زي ما حضراتكم بقى عرفتوا احنا طول الأسبوع بننوه عن هذه المسابقة. من أي خط أرضي تتصل على 0909500 أو تبعت لنا أي رسالة على رقم 1795 وتقول لنا أين سيقام كأس العالم للأندية 2022. هتكتب رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة، اتصلوا على الأرقام الظاهرة أمام حضراتكم. ألف مبروك يا أستاذ أشرف، الأستاذ أشرف أحمد زكي أولى المتسابقين الفائزين أو أول الفائزين اللي هيكون موجود معانا إن شاء الله لمشاهدة مباراة الأهلي ومونتيري. أستاذ محمد شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك وألف مبروك للأستاذ أشرف وشكرا لكم. أنا اللي بشكرك شكرا جزيلا، ودائما وزارة التضامن الاجتماعي معانا في كل شيء. شرف لينا. شكرا جزيلا. شكرا فندم. أشكرك. أنا بشكر طبعا كل العاملين في القناة النهاردة لأن عملنا مجهود كبير جدا جدا حتى نصل إلى هذا الأمر. خلينا نطلع فاصل بقى، وبعد الفاصل هنكمل حلقتنا. عندنا إيه في الجزء الأخير من هذه الحلقة؟ عندنا كريم وثابت، والحمد لله ما حدش فيهم كسب الحمد لله، لأن هم كانوا معايا على الهواء الأربع اللي فات، كل أربع هيبقوا موجودين. طيب فهيكون معايا إن شاء الله كريم سعيد وأحمد ثابت، هنتكلم عن النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني وفرص منتخبنا الوطني في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية. بعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت على الهواء مباشرة في البيت الكبير.